مرحبا ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دام الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون هو اخر فيديو في الشابتر ديال كريستال واينو. قبل ما نتعرفوا على هذا اكزومبل اكزامان، ما تنساش تبارطاجيو لو ليان ديال الفيديو مع تو لي ستوديو باش ان شاء الله تاهم ينضموا للقناه وتكون هذه الاستفاده اكبر. ونبداو على بركه الله. فوالا اكزومبل اكزامان اوتيدي لا ستركتور دو تيب ا دو بي. باغ اكزومبل ك دو او اورا هو الاكسجين، ك هو البوتاسيوم. سي تري بيان. دونك عندنا هذا لا ستركتور اللي هو ا دو بي. فوالا on considère la structure K2O. voilà l'oxygène, le potassium, les ions. عندنا les ions, عندنا anion O du moins formé un cubique à face centrée. voilà ou qui est au sommet et le centre des faces. voilà عندنا دابا anion, عندنا هذا الانيون اللي هو O2 moins. voilà la forme ديالو هو cubique à face centrée. voilà كنرسمو يعني واحد la structure اللي هو cubique à face centrée. هاد لي زيون غادي يكونوا في لو سومي اي في لو سونتر دو شاك فاس. داكور. بوي لو بوتاسيوم عندنا هنايا لو كاتيون لي هو بوتاسيوم كا بلس فورمي ان سيت تيتراهيدريك اوكيبي لي سونتر دي 8 بيتيت كوب. فوالا لا ريت ا، فوالا لا ريت ا ديفيزي بار دو. فوالا سيتادير هاد لو بوتاسيوم لي كاتيون كا بلس. voilà la forme de l'eau le site tétrahydrique, c'est-à-dire ملي غنبغيو نتراسيو هاد لا ستركتور كوبيكا فاس سونتري. voilà غادي يكون عندنا 8 ديال لي كوب. يعني شاك كوب غادي يكون فيها واحد لو سيت تيتراهيدريك ديال هاد لوكاتيون ك بلس. داكور. c'est-à-dire غادي يكون عندنا 8 ديال لي سيت ديال لي كاتيون، 8 ديال لي سيت تيتراهيدريك ديال لوكاتيون ك بلس. داكور. فوالا دونك هادشي راه كنظن بلي راه واضح ديجا خدمناه يعني في بليزيوغ ديال لي فيديو. فوالا عندنا هنايا سيس كيسيون. لا بروميير كيسيون كومون ابيلو دو لا ستركتور لوكسيجين البوتاسيوم، يعني اشنو كتسمى هاد لا ستركتور؟ عندها واحد الاسم. داكور. هاد لا ستركتور ا دو بير عندها واحد الاسم. فوالا غادي نجاوبو ان شاء الله في هاد لا بروميير كيسيون. لا دوزيام كيسيون ريبريزونطاسيون دو لا ستركتور لوكسيجين اي بوتاسيوم. دائما لا دوزيام كيسيون لا ريبريزونطاسيون دو لا ستركتور عنده علاقه بلي دوني. داكور. لا ترويزيام كيسيون كالكولي لو نومبر دو موتيف دي زيون او دو موا اي كا بلس. لا كيسيون 4 دوني كوردينونس دي زيون او دو موا اي كا بلس ا لا ديستونس ا لا راسين 3 ديفيزي بار 4. بالنسبه لهاد لا ديستونس ا لا راسين 3 ديفيزي بار 4 راه ديجا ديمونطريت على الفيديو اللي قبل. داكور. راه نفس الطريقه غادي ديمونطريوها في هاد يعني في هاد ليكزيرسيس. داكور. مثلا الا تعطى لكم هاد لا كيسيون راه نفس لا ميثود. La question 5, on doit dire coordination. Voilà. La question 6, donner condition d'existence l'oxygène potassium équivalence à ZNS blend. D'accord. Voilà. Je vous ai plusieurs des questions. Donc, nous allons maintenant la question calculer la compacité ou bien la masse volumique. Donner la projection sur le plan x ou y, la coordonnance réduite. Il y a des questions classiques, mais je ne sais pas si la question est moins importante dans la vidéo. Je ne sais pas si la question est moins importante. يعني هاد النوع ديال هاد لا ستركتور مزيان تعرفوا لو تيب ديال هاد لا ستركتور وتعرفوا لا ريبريزونطاسيون ديالها. وبالنسبه لهاد لي كيسيون راه هما نفس لي كيسيون اللي كيتعاودوا. يعني الا رجعتوا للفيديو ديال لا ستركتور فلوريان، يعني لا ستركتور الفلورين فلورين راه ديجا يعني درست جميع لي كيسيون راه نفس التطبيق، فقط يعني خصكم تقراو المعطيات مزيان. داكور. فوالا حاولوا عطوه شويه ديال الوقت يعني ديروا معاه يعني مجهود ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. بروميير كيسيون كومون ابيلي دو لا ستركتور لوكسيجين اي لو بوتاسيون. لدينا لا ستركتور كا دو او c'est-à-dire l'oxygène et le potassium. Voilà. Du type A, du B. Alors c'est une structure. Voilà, c'est une structure antiflorienne. C'est une structure antiflorienne. Antiflorienne.
Voilà. Donc, toujours, il y a la structure du type A du B, toujours, c'est une structure anti-florienne. D'accord? La structure liée à B2, c'est une structure florienne. D'accord? C'est une structure florienne. Déjà, on a une vidéo يعني في هذا الفيديو ان شاء الله تعرفنا على هذا لو تيب ديال هذا الستركتور ا دو بي فوالا ا دو بي سيتادير سي اون ستركتور اونتي فلوريان. شو دابا لا دوزيام كيسيون فوالا لا دوزيام كيسيون ريبريزونطاسيون دو لا ستركتور لوكسيجين اي لو بوتاسيوم فوالا اون لي زيون او دو موان عندنا لي زيون او دو موان Voilà, formé cubique à face centrée, on a le potassium K+, formé un site tétraédrique. Voilà, quand on le dit, donc la première étape, par exemple, l'anion, voilà, le symbole. Voilà, les ions, le symbole. D'accord, ou les cations. Voilà, les cations, on a dans le zoom, par exemple, bleu couleur rouge. Voilà. La première, il y a la représentation du cubique à face centrée. Voilà. La première plan. Voilà, la représentation de la structure cubique à face centrale à couche qui est alpha de l'oca. D'accord? Voilà, quand tracer le deuxième plan. Voilà, ou quand tracer le troisième plan. Voilà. Les ions au doma toujours t'écoule un au sommet et le centre des faces. Voilà, à doma le sommet, voilà au sommet. Voilà quand on a le chalawad. Voilà, d'abord les faces, la première face, la deuxième face, la troisième face, la quatrième face, le cinquième face et le sixième face. Voilà, chaque face غادي نقسمو على جوج باش يبانو لينا 8 ديال 8 ديال لي كوب. مزيان. Voilà, غادي نقسم la première plan. D'accord. Voilà la deuxième plan et la troisième plan. Voilà.